السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أجوبة أسئلة مادة التربية الإسلامية واللغة العربية امتحان الدور الثاني التكميلي الدور الثالث 2023. السؤال الأول، أجب عن نقطة واحدة من ما يأتي، اكتب ما تحفظه من سورة الحشر، واضبط أواخر ما تكتبه. من قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إلى قوله: لعلهم يتذكرون. خلينا نشوف الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. نجي على السؤال الآخر. ثانيا، اكتب ما تحفظه من سورة القمر، واضبط أواخر ما تكتبه. من قوله: اقتربت الساعة، إلى قوله: شيء ونكر. خلينا نشوف الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء نكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العلي العظيم. نجي على فرع باء. أجب عن نقطة واحدة فقط، أكمل الحديث النبوي الشريف من ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى أن يقذف بالنار. نجي هنا نشوف الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجي الحديث الثاني. يقول: اكتب حديثا نبويا شريفا في الشهيد، واضبطه بالشكل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجي على فرع جيم. أعطي معاني خمسة من الكلمات الآتية. خلينا نشوف المعاني. من خشية الله، من خوف الله. الأكمام، أوعية طلعها. الأجداث، القبور. مهطعين، مسرعين. ولا تلزموا أنفسكم. لا يعيب ولا يطعن بعضكم بعضا. السكينة، الطمأنينة والثقات. نجي على قواعد اللغة العربية. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أولا، زن اثنين من ما تحته خط في الآية المباركة. عندنا ادع افعل، سبيل فعيل، والحسنة الفعل. ثانيا، هات مصدر الفعل جادل، واذكر وزن مصدره، ثم بين سبب ورود المصدر على الوزن الذي تراه. نجي هنا نجادل، مصدر شنو؟ جدال ومجادلة. وزنه له فعال ومفاعلة، لأنه فعل رباعي على وزن فاعل. في الآية المباركة اسم تفضيل، استخرجه واذكر وزنه. هو أحسن أفعل على وزن أفعل. فرع باء. هات أبواب ثلاث من الأفعال الآتية. خلينا نشوف الأبواب. نظر ينظر، الباب الأول. جلس يجلس، الباب الثاني. فهم يفهم، الباب الرابع. وسعى يسعى، الباب الثالث. يقول: رد خمس من المصادر الآتية إلى الأفعال الماضية. رياضة، روض. بياض، بيض. أنعام، أنعم. طيران، طار. استعان، استعان. وتعليم، علمه. نجي على السؤال الثالث، فرع ألف. يقول: زيد لاعب هداف قوي جسمه، مهذب طبعه،
أكثر اللاعبين عطاء. بيده مفتاح الفوز. يقول ما تحته خط مشتقات مختلفة بين نوع خمسة منها. خلينا نشوف المشتقات وشنو أنواعها. أول شيء لاعب اسم فاعل، هداف صيغة مبالغة، قوي صفة مشبهة، مهذب اسم مفعول، وأكثر اسم تفضيل، ومفتاح اسم آلة. نجي على فرع باء، عفوا ثانيا أعرف كلمتين من بين القوسين في العبارة أعلى، جسمه وطبعه وعطاء. نجي أول شيء جسمه فاعل للصفة المشبهة قوي، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طبعه نائب فاعل لاسم المفعول المهذب مرفوع الضمة وهو رفع الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. عطاء تمييز منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يقول مثل بجمل مفيدة لثلاث فقط. مصدر الفعل ثلاثي يدل على امتناع. الصيام واجب على كل مسلم. اسم آلة جامد، تقدر أي اسم، السكين، السيف. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أو السيف سلاح العرب، أو ذبح القصاب الخروف بالسكين، وأي شيء تستخدم في الجامد. نجي على اللي يقول كيف صفة مشبهة على وزن فيعل، يعني طيب، مثل العراقي طيب قلبه، طيب أو لين. نجي هنا مصدر الفعل رباعي على وزن إفالة، اللي هو إغاثة غزة واجب وطني، إغاثة على وزن إفالة. نجي على السؤال الرابع فرع ألف، أعرب جملتين فقط مما يأتي إعرابا مفصلا. النافي الكذب، القرآن. نجي شلون نعرفها. النافي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكذب مفعول به لاسم الفاعل النافي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. القرآن خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نجي هنا يقول ثانيا ما منقول الخبر. ما نافية غير عاملة، منقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الخبر نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع، والاسم المفعول طبعا منقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقد سدم سد الخبر. ثالثا الله سميع الدعاء. الله سميع الدعاء. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سميع خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والدعاء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. بالمناسبة الأجوبة راح أخليها على موقع القناة على الجوجل، تقدر تبحث على موقع القناة وتلقى الأجوبة إذا تحب تطلع عليها. نجي على السؤال الآخر فرع جيم، يقول لا يعمل، العفو فرع باء، كيف يصاغ اسم التفضيل من الفعل غير الثلاثي؟ وضح ذلك واذكر مثال عليه. يصاغ من الفعل غير الثلاثي بأن نأتي بمصدر الفعل منصوبا على التمييز، تسبقه ألفاظ دالة على التفضيل، مثل الأرض أشد خضرة في الربيع. شوفوا خضرة ما يجي لأن مو ثلاثي، فهذا المثال. ويصاغ بأن نأتي بمصدر الفعل، شوفوا خضرة 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 المصدر مال الفعل منصوبا اليمن على التمييز، يعني يكون تمييز للعرض، هذا معناه. زين نجي على متى لا يعمل اسم الفاعل عمل فعله المتعدي، وضح ذلك واذكر مثال عليه. إذا كان اسم الفاعل نكرة غير منونة ودالا على الماضي ويأتي ما بعده مضاف إليه ما يعمل اسم الفاعل، مثل أخوك كاتب الدرس. أخوك مبتدأ وكاتب رئيس الخبر والدرس راح يكون مضاف إليه. نجي على السؤال الآخر اللي هو الأدب والنصوص. أول شيء عرف اثنين فقط، حسان بن ثابت، النثر الوصفي والشعر. حسان بن ثابت وهو من أبرز شعراء الدعوة الإسلامية في عصر صدر الإسلام، والذي بدأ مع ظهور الإسلام وينتهي بقيام الدولة الأموية. النثر الوصفي ويشتمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه، مثل كتب التاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى. فرع باء يقول من شاعر العرب الأكبر، اكتب أربعة أبيات من قصيدته ذاكرا عنوانها.
شاعر العرب الأكبر هو محمد مهدي الجواهري. اسم قصيدتي يا دجلة الخير، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سبحك ظمآنا ألوذ به، لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه، على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية، نبعا فنبعا فما كنت فما كانت لترويني. هذا بالنسبة إلى جواب هذا السؤال. عندنا فرع السؤال السادس، انسب ثلاثة من المؤلفات لأصحابها. خلينا نشوف شنو المؤلفات. المؤلفات هزل وجد، أحمد الصافي النجفي، خطوات في الغربة، بلند الحيدري، حالة حصار، محمود درويش، ومن أغاني الحياة أبو القاسم الشعبي. رتب الأسماء الآتية والعصر الذي برزوا فيه. خلينا نشوف. أول شيء عبد الله بن رواحة، عصر صدر الإسلام. النقائض طلعت بالعصر الأموي. ابن خلدون، العصور المتأخرة. والشريف الرضي، العصر العباسي. نجي أجيب عن نقطتين من فقط. ما خصائص النثر العلمي؟ خصائص النثر العلمي هو الدقة والوضوح والتركيز والإقناع والابتعاد من التكلف والتعقيد. ثانيا يقول عدد الفنون الشعرية الجديدة التي ظهرت في العصر العباسي. ظهر الشعر التعليمي والشعر الصوفي وشعر الطرد. لنهضة الأدب في العصر الحديث عوامل كثيرة، اذكر اثنين منها فقط: حملة نابليون على مصر والبعثات العلمية. نجي السؤال السابع، يقول لمن قصيدة لأني غريب وما أبرز مؤلفاتي، ثم اكتب ما تحفظه من قصيدتي من لأني غريب إلى عبرت المدى. بدر شاكر السياب، طبعا مؤلفاته أزهار ذابلة وأساطير وأنشودة المطر والمعبد الغريب ومنزل الأقنان وشناشين ابنة الشلبي. لأني غريب لأن العراق الحبيب، بعيد وأنا هنا في اشتياق، إليه إليها أنادي عراق، فيرجع لي من ندائي نحيب، تفجر عنه الصدى، أحس بأني عبرت المدى. نجي على يقول فرع باء، أجب عن نقطة واحدة: ماذا يعد الشاعر إلي الماضي، وما الاتجاه الذي غلب على سائر أشعاره؟ عندنا احنا إيليا يعد من الشعراء المهجريين الذين تفرغوا للأدب والصحافة، غلب الاتجاه السياسي الشعر. اذكر اول قصيدة شعرية للشاعر نازك الملائكة هي الكوليرا. فرع جيم، انتبهوا ترى هذا فرع باء نقطتين، فرع جيم ما لكم علاقة يعني يختلف. الشاعر احمد شوقي قصيدة في مدح المصطفى، اذكر عنوانها ثم اكتب اول بيتين مضبوطة بالشكل. اسم القصيدة وليد الهدى، وليد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ والملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. بالنسبة إلى الإنشاء والإملاء، والسؤال الثامن أجب عن نقطة واحدة: ما المقصود بهمزة القطع، ثم أذكر ثلاث مواضع ترد فيها. همزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها في بدء الكلام وفي وصله، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف وبعض الأدوات. تأتي ماضي الفعل الثلاثي والرباعي المبدوعين بالهمزة، أمر الفعل الرباعي المبدوع بالهمزة، عفوا هاي خطأ بالإملاء، والفعل المضارع المسند إلى ياء المتكلم. نجي هنا أذكر موضعا واحدا لعلامات الترقيم الآتية: الفاصلة، النقطة، القوسان، علامة التنصيص، الشرطتان. نجي الفاصلة، الجمل الطويلة المعطوف بعضها على بعض، النقطة في نهاية كل جملة تامة المعنى، القوسان الجمل التي تفيد الدعاء، علامات التنصيص الحديث النبوية الشريفة، والشرطتان العبارات أو الجمل الاعتراضية. نجي على الإنشاء، اكتب في أحد الموضوعين الآتيين: قال الشاعر يا حبذا وطن أعاد الفضل في الدنيا، وأبدأ العراق وطني دائم الفضل على مرز زمن. ثانيا قال الشاعر من رام وسط الشمس حاك خيوطها سبيلا إلى آماله وتعلق. تحقيق الطموح يتطلب عمل المستحيل وتذليل كل الصعاب. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة.